بداية نشكر الأستاذ حبيب الصالح رئيس اتحاد وأدباء كتاب الإمارات وأيضا الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، نشكره على هذا الاهتمام وعلى كل ما يقدمه من دعم ليس لهذه المبادرة بل لكل الكتاب في الإمارات وفي غيرها، فهذا عهدناه منه دائما. اخترنا أن تنطلق هذه المسابقة من أرض الإمارات لما تعودناه من اهتمام حقيقي من الإمارات بالمشهد الثقافي العربي والاشتغال على تفعيل هذا المشهد. المسابقة التي نقوم بإعلانها ليست مجرد مسابقة تقليدية قدر ما هي خطوة أولى تشتغل على مد الجسور بين ثقافتين فاعلتين، وأعتقد أو نطمح أو نعمل على أن تكون هي مجرد خطوة مبدئية من أجل الاشتغال على خطوات أخرى، لأن أعتقد أننا جميعا يهمنا هذا التواصل مع بلد لا نقول ليس بالصغير، فأنتم تعرفون كم هو مهم على الصعيد العالمي وكم أيضا هناك كثافة بشرية نستطيع أن نمد جسور التفاعل والتعامل معها. ترويج اللغة العربية، الاشتغال على تفعيل الترجمة، لنقل لن يأتي ضمن مشاريع جامدة ورسمية في البداية بقدر ما نقوم أو ما قمنا بما نستطيع كمؤسسات خاصة في الالتقاء أو التلاقي مع الجانب الحكومي، لأقول الجانب الحكومي الصين ممثلا بموقع تلك الكتب والتابع لأكبر دار في الصين، دار انتر كونتيننتال، والتي تعمل على ترويج اللغة العربية من خلال ترويج الكتاب العربي إلى 70 جامعة صينية. المسابقة هنا لنقل هي مبادرة لتفعيل الإبداع الشبابي، وتشمل مسابقة تلك القصص للقصة القصيرة العربية ومسابقة تلك القصص العربية المترجمة إلى الصينية والتي تنظمها دار فضاءات الأردنية وموقع تلك الكتب الصيني، والتي تهدف أيضا إلى التدسير بين حضارتين فاعلتين. هذه الفكرة تنطلق من إيمان دار فضاءات النشر والتوزيع وموقع تلك الكتب بأهمية هذا الفن وضرورة العمل على تحفيز الكتاب الشباب وإعطائهم فرصة حقيقية لتقديم إبداعاتهم القصصية. لن أقرأ البيان، فأعتقد أننا قد وزعناه عليكم، لكننا نطمح إلى أن يمد الجميع
أيديهم من أجل أن تكون هذه المسابقة والمسابقات الأخرى القادمة خطوة صغيرة في الطريق الذي نطمح إلى إنشائه وتفعيله مع الجانب الصيني المهتم حقيقة المهتم حقيقة سواء بالترجمة سواء بترويج اللغة العربية سواء بدعم بدعم وتفعيل المشهد الثقافي العربي وخاصة على يعني لنقل على كافة المحاور سواء الكاتب الشاب أو الإبداع بشكله العام. لن أتحدث طويلا وسأعطي الميكروفون للدكتورة شيهيان دكتورة الترجمة ومديرة العمليات التسويقية في موقع تلك الكتب. أهلا وسهلا بكم وكل شكري لأستاذ حبيب الصايع الذي لا يتأخر في رعايتي ودعم هذا اللقاء. أيها أصحاب السعادة، إليكم تحية عطرة من موقع تلك الكتب. نحن كموقع حكومي من الصين لا يقتصر على ترويج الكتاب العربي عالميا كما قد يبدو للوهلة الأولى، رغم ما لذلك من أهمية كبيرة. موقعنا كصاحب رؤية يسعى إلى ربط الحضارتين فعلتين. حين يلتقي تميز الوجدية من موقع تلك الكتب بتميز الوجدية لدى دار كدار فضاءات التي تجتهد في مد الجسور بين الثقافات، يكون من الطبيعي إطلاق مبادرات على صعيد التبادل الثقافي وتطوير التعاون في النشر. هذه المسابقة هي خطوة الأولى، ستفتح الأبواب واسعة أمام حوارات شبابية تتعلق بالمستقبل أكثر، وستقدم مؤشرات ودلالات حول احتياجات وأفكار الجيل الجديد من الأدباء والمفكرين وقادة الرأي، وستساهم في اطلاع الشباب من 70 جامعة صينية تدرس العربية على تطورات المجتمعات العربية، وتشجعهم على المشاركة في تبادل ترجمة وفكرة وابتكار المشاريع الرائدة. اليوم بهذه المناسبة أود أن أعبر عن كل الاحترام وتقدير لشريكنا دار الفضاءات، ونشكر أستاذ جهاد أبو حشيشي الغالي. أيها الكرام، إليكم أطيب التمنيات من الصين من طاقم تلك الكتب. نشكركم على اهتمامكم ولجميعكم الصحة والتوفيق. ونتشرف الآن بالأستاذ حبيب الصايغ. مساء الخير، يسعدني أن أكون بينكم اليوم في رحاب معرض أبواب دور الكتاب في حضرة هذا العرس الحقيقي، يعني نقول أنه عرس ثقافي لا على سبيل المجاز ولكن على سبيل الحقيقة. لو رأينا إلى هذا الأسبوع وكما يتوارى النشاط، يعني بين جائزة الشخصية للكتاب، جائزة البوكر، مؤتمر التصفية أبو ظبي الذي اختتمنا اعماله امس بنجاح، وكان بالتعاون من الاتحاد العام للكتاب العرب واتحاد كتاب الامارات. هذه المبادرات التي تطرح، مبادره اليوم اللي بين دار فضاءات وتلك الكتب مهمه جدا، لانها تندرج تحت عنوان مهم ومضيء ويجب ان يكون مضيء، عنوان التواصل الثقافي العربي العالمي. الصين بالذات لها حضور اقتصادي كبير في المنطقة، والصين حضارتها وثقافتها وشخصيتها المميزة الخاصة. يمكن الحضور السياسي للصين في منطقتنا ليس على مستوى حضورها الاقتصادي، لكن واضح أن
لأجل هذا مثل هذه المبادرات التي نشجعها، مش لأنه بس تواصل مع الصين والعالم، لأنها أيضا إحياء لفن لا يعنى به اليوم كما يعنى بالشعر أو الرواية، وهو فن القصة القصيرة. مهم جدا إحياء فن القصة القصيرة العربية. مهم جدا التوجه إلى قطاع الشباب اللي دائما ننظر أنه يجب أن يكون حاضرا لكنه يغيب للأسف لأسباب يعني بعضها يمكن موضوعي وبعضها غير مفهوم. نتمنى الاهتمام بهذه الفئة. على ذكر الصين والعرب، أعلن اليوم أيضا أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب سينظم ندوة عن الأدب الصيني العربي في القاهرة في 22 يونيو حزيران المقبل. سوف تستمر على مدى 3 أيام بحضور 20 كاتبا وأديبا صينيا، وفي مقابلهم 20 كاتبا وأديبا عربيا. وسوف نتناول محاور عن التراثين العربي والصيني وسبيل التلاقي والتعارف، على أن تعقد هذه الندوة في السنة المقبلة أيضا 2019 في بكين. هذا مهم جدا لتواصل. أيضا هذه الندوة اللي تكلمت عنها ضمن مبادرة أطلقناها العام الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشرق الرئيس الفخر لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات. أطلقنا على هذه المبادرة مسمى منتدى الأدب العربي والعالم، وسوف تقوم بهذه الأعمال. إحنا إذا أردنا أن نكون عالميين فيجب أن نتحرك ناحية العالم بالترجمة والندوات المشتركة. أدبنا العربي معروف لدينا ونحن نعتز به ونفتخر، لكنه مجهول في العالم. مثل هذه المبادرات التي تقربنا من العالم مهمة جدا. لدينا أيضا في نفس الإطار مؤتمر سيعقد خلال هذا العام عن نجيب محفوظ، وسوف يعقد في القاهرة. سوف ندعو إليه أدباء وكتاب ونقاد عربا وعالميين لنثبت أيضا في المستقبل أن نجيب محفوظ ليس ظاهرة يعني منفردة وحدها، وبإمكاننا الوصول إلى النوبل والجوائز العالمية إذا تعرف العالم إلينا. في نفس الإطار كان لدينا أيضا مبادرة نجحت نجاحا مذهلا، وهي ترجمة 41 عملا أدبيا في النقد والقصة، يعني في السرد والشعر والنقد، لأدباء إماراتيين وعرب. اشتغلنا على هذه الترجمة، على هذا المشروع مع كاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مع هيئة الكتاب في الشارقة، وفي حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حضرنا في معرض باريس الدولي للكتاب. وقع 41 أديبا وكاتبا إماراتيا وعربيا في فضاء المعرض الكتب المترجمة إلى الفرنسية لحضور أدباء وكتاب وجمهور فرنسي، وكان هذا مهما جدا. نفس هذا المشروع سينتقل إلى ساو باولو في البرازيل مطلع وسط الصيف المقبل، حيث تقوم هذه المجموعة بالتوقيع على كتبها المترجمة إلى اللغة البرتغالية لجمهور البرازيل. هذه جهود مهمة، وهي يمكن تحدث لأول مرة على مستوى الوطن العربي في تاريخ الثقافة العربية. نتشبث بمثل هذه الأفكار ونجد أن مبادرات اليوم التي أعلنت الآن تندرج تحت هذا المسعى، التواصل العربي الأجنبي في حقل الثقافة، حتى نكون مهمين في العالم، وحتى نثبت أهميتنا، نثبت أهمية ثقافتنا، حتى يتعرف الآخر إلينا، وحتى نتعرف إلى الآخر لابد من القيام بمبادرات كهذه. ومبادرة اليوم تندرج تحت هذا العنوان وتحقق هذه الأغراض النبيلة السامية. لذلك ندعو إلى دعمها وإلى نشرها، ندعو وسائل الإعلام خصوصا الإعلام الثقافي اللي عندنا ملاحظات على أولوياته،
يعني على ترتيب أولوياته أن يضع مثل هذه المبادرات في واجهة أولوياته، لأنها فعلا مفيدة لثقافتنا الوطنية والقومية. شكرا جزيلا. من المهم بعد أن أشكر كل من الأستاذ حبيب الصايغ على ما قدمه من رؤية ومن دعم ومن إيمان حقيقي، سواء بهذه المبادرة أم بسواها. وأيضا أشكر الدكتورة شيهيان على حماسها الدائم نحو كل ما يمكن أن يؤدي إلى تفعيل التواصل بين ما هو عربي وما هو صيني من طرفها. وأيضا أقول أن مثل هذه المبادرة معني بها الناشر، ومن خلال تبوؤه لدور حقيقي في تفعيل المشهد الثقافي، وفي أيضا خلق المبادرات الدائمة. وهناك أيضا مسؤولية على الكاتب وعلى الكتاب بشكل عام في أن يقوموا بدعم الكتاب الشباب، وأن يقوموا بالعمل على خلق مساحات واسعة تؤدي إلى الترجمات المتبادلة بين الثقافات المختلفة. إذا كان هناك أي تساؤل، إذا لم يكن سنقول لكم شكراً شكراً. تفضل. ناجح المعمولي باحث وناقد من العراق ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. أيتها الزميلات، أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. مع الاعتذار للوصول بوقت متأخر، لكني استطعت من خلال كلام الصديق الشاعر حبيب الصايغ وتعقيب الأستاذ وما استمعته أنا وصديق الشاعر حبيب السامر من حديث وحوار مشترك البارحة مساء، بالإمكان أن أتحدث بشكل موجز وأبدأ من آخر ملاحظات الأستاذ حبيب الصايغ حول دور وأهمية الإعلام الثقافي، وهذه واحدة من الإشكالات الكبرى التي نعاني منها جميعاً في البلدان العربية. لكني مع شديد الأسف، على الرغم من أن دولة الإمارات العربية دولة مؤسسات عميقة جدا وتتمتع بذاكرة أيضا ثقافية وذاكرة تاريخية وإبداعية متنوعة، لكني خلال هذه الفترة القصيرة التي تواجدت فيها أثناء مؤتمر القدس اكتشفت بأن التقارير سريعة جدا، و اكتشفت بأن أحد التقارير مكتوب على الذاكرة، لم يحضر الذي كتب التقرير واعتمد على الدليل أو البوليغرام، وحصلت على البوليغرام تغيرات كثيرة. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى، وهي ملاحظة مهمة وحيوية الحقيقة، إحنا ابتدأنا بالتعريف بالآخر، الآخر الغربي والآخر الشرقي، وأنا أتذكر في مرحلة فتوتي قد اطلعت على رواية الأرض، أعتقد روائية صينية بيرك، لكن للأسف الآخر لا يهتم بالثقافة العربية أو الإبداع العربي، باستثناء حضور قوي وواضح للتجربة الشعرية العربية بسبب تميز يعني أهم الملامح فيها، وأيضا التجربة التشكيلية العربية. هذه حقيقة لابد من الإشارة لذلك. لكن مع الأسف، وتحدثت مع الأستاذ صايغ بأن متحف اللوفر
في أبو ظبي ركز على الحركة التشكيلية العالمية وتجاهل الفن التشكيلي والحضارة الشرقية. وأنا أعتقد مثلما تتفقون معي بأن الحضارة الشرقية هي واحدة من أهم وأكبر الحضارات الأم التي منحت مجالا واسعا وكبيرا للآخر كي يستفاد منها ويتعلم. قضية الحوار مع الآخر واحدة من الإشكاليات ليس الثقافية وإنما الفكرية والمعرفية، لأن الآخر يتعامل مع الشرق أو حصرا مع البلدان العربية بشيء، يعني خلنا نقول ذلك بشكل صريح، بشيء من الدولية، ومن غير الممكن أن نقيم نوعا من الحوار المتناظر أو الحوار المتجاور مع الآخر وهو يتحدث معنا عبر الغطرسة والهيمنة وتمركز مفاهيم أو مجالات المركزية الغربية. التعامل مع منطقة جغرافية واسعة وعميقة وتتمتع بتاريخ كبير جدا، وأعني به المنطقة العربية، لأن الديانات على الأقل المسيحية والإسلام هي نتاج هذه المنطقة، والجزيرة العربية هي نتاج حضارة كبيرة قبل أن تنسحب مياه الغمر وتتحول إلى صحراء. لكن يعتقد بأن ذاكرة الصحراء ذاكرة يفترض بها أن تؤثر على الآخر وتجذبه للبحث عما هو عميق في هذه المنطقة الجغرافية الواسعة والعميقة. الملاحظة الأخيرة، الآخر مقصر، الآخر لا يتعامل معنا باعتبارنا يعني طاقة كبرى ثقافية وطاقة كبرى في التاريخ وإمكانية ليست قصيرة حتى بالتمكن الاقتصادي. وهذه الملاحظة الأخيرة تتبدأ بشكل واضح في دولة الإمارات الحقيقة، يعني دولة الإمارات عندها إمكانيات نفطية، عندنا في العراق إمكانيات نفطية، لكن يعني لم نجد ظاهرة من الظواهر الموجودة في الإمارات متوفرة في بلداننا. على أي حال أنا سعيد بهذا اللقاء، ونتمنى أن نضغط من خلال المؤسسات الثقافية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، نضغط باتجاه ضرورة تمظهر هذا الاتصال التبادلي والمجاورة والمحاورة مع الآخر حتى نؤكد له من خلال ما موجود هنا في بلداننا ومن خلال الأبناء الذين ينتمون للهوية العربية لكنهم هناك. وشكرا جزيلا. أي تساؤل آخر أو تعقيب آخر؟ إذن شكرا لكم.